الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. مرحبا. اهلين وسهلين. دالي واحد من اهم افراد العيله. لا والله هو كل العيله. ولو ما انا بعرفه، اجى لعنا وتعرفت عليه وفطرنا سوا. كان اطيب فطور بالعالم، لازم نعيده. اوكي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. يا اهلين. مرحبا. اهلين بالعريس. لزيد كيفك؟ تمام الحمد لله، نورت الحارة. نورة فيك. بعرف مشاعرك هلا لأني جربت قبلك، فشو رأيك نتركهم يتركنوا وبعدين ندخل أنا وياك؟ أوكي، يلا. عمو، إن شاء الله ما تعذبت كثير لو وصلت للعنوان. لا لا أبدا، أصلا أنا مو أول مرة بجي لهون. شلون يعني؟ مالك وينه؟ مالك؟ ليكو بري عم يحكي مع أخي. هلا بيجي. هلا بيجوا. انتو كيفكن؟ إن شاء الله منا. الحمد لله نحن كتير منا. انتو كيفكن؟ الحمد لله كله تمام. ست شادية، زلت منك لم أتعزبي حالك هيك؟ نحن ما عدنا غربة. لا عذاب ولا شيء، هاد من شان واجبكن. جيتكن عزيزة علينا كتير. كبر واجبك عن جد عن جد، يعني كتير أنا هدول الحلويات بالذات بحبهم. شكرا شادو. طول مالك ما هيك؟ بتحب نتفضل؟ يلا تفضل. شريف تفضل. وصل العريس. ليكن اجوا؟ ها؟ تفضل، اهلا وسهلا. مالك حبيبي، مالك حبيبي تفضل اقعد. ابني تعال اقعد، ما نحن عن قريب رح نصير عائلة وحدة. نحكي شوي. افتح سيرة لأنه شو كتير متوتر. عن جد عن جد بيتكم بيطير ضبنات العقل، كتير فينتج. يعني هذا البيت ممكن يصير مطعم رائع. على فكرة أنا عندي مهندسة اسمها أمل. معقول سما؟ معقول؟ بعد كل الشغلات اللي حكيت لك ياهم عنه بتخليني اجتمع فيه بيوم مثل هاد؟ انت بتعرفي قديش الموضوع حساس بالنسبة لي وقد ايه بيزعجني؟ انت بتعرفي انه رح يجي لهون؟ اي كنت بعرف، بس ما كنت بقدر اعمل شيء. على القليلة خبريني، بتعرفي اني رح اتضايق لما اشوفه؟ حبيبي مرت عمك اصرت انه هو يجي، بعدين هو جدك وحابب يكون معك بهذا اليوم، روق شوي انت كمان. بكره اني انحط تحت الامر الواقع، وحطيتيني تحت الامر الواقع وما خبرتيني، بالعكس ساعدتيهم.